تقول السائلة: ما حكم لبس الحذاء ذو الكعب العالي سواء كان عاليا أم لا؟ الكعب إذا لم يكن عاليا ملفتا للنظر فلا بأس به، وإن كان عاليا ملفتا للنظر فإن أقل أحواله أن يكون مكروها، ولو قيل إنه محرم لكان له وجه، لأنه من التبرج بالزينة. ثم أنه حسب كلام الأطباء مضر بالرجل، لأن الله تعالى خلق الرجل متساوية، فإذا كان الملبوس ذات كعب عال لزم أن يكون العقب مرتفعا، وحينئذ يختل توازن الأعصاب التي في القدم فستتضرر المرأة بذلك. ولهذا نصيحتي لأخواتي أن يدعن هذا اللباس سواء قلنا أنه مكروه أو حرام لما فيه من الضرر البدني على المرأة. ثم إني أنصح أخواتي عن اتباع كل موضة، كلما جاء شيء من الثياب أو السراويل أو الفنايل أو النعال أو الخفاف ذهبت المرأة تشتريه ولو كان الذي عندها صالح للسفر، وهذا من نقص العقل والسفه، وفيه إضاعة للمال، وفيه تعلق القلب بكل ما يأتي من جديد. وليعلم أن أعداءنا قد يقصدون بتنويع هذه الأشياء إلهاء المسلمين عن شؤون دينهم ودنياهم التي هي أنفع من ذلك، ويكون الإنسان ليس له هم إلا تلقف ما يأتي من موضات والاشتغال بتبديلها وتغييرها، وربما يكون الإنسان قليل ذات اليد فيستدين لهذا الغرض. هذا مع أن في ذلك إثراء لاقتصاد أعدائنا، لأنه كلما كثر بيعهم كثر مالهم، فكنا نثر اقتصادهم ونضر اقتصادهم. نعم.